عسلامة، مرحبا بيكم. انا اليوم مش مطيب الحم مفور بالكليل. خذيت كتف علوش قصيته تريفات، قصيته هكايا تريفات الكتف هذا باش نفوره مع الكليل. وحضرت شوية خضرة وشوية بات باش نصمتها باش يبدا فطور كامل. بالنسبة للبات انا باش نعمل الرشتة هذية متاع الروز، هذه باش نصمتها مع شوية خضرة. والخضرة اللي حضرتها شوية جلبانة، الجلبانة راني طيبتها نص طياب، فلفل ذا قسيته، فلفل قسيته رونديلات، فلفل أحمر، وعن شوية كرومب، كرومب أحمر، فلفل أخضر زيد قسيته رونديلات، وهذو ما جرينات فلفل، ذا فلفل بر العبيد شايح، وشوية سفناريا، سفناريا قسيتها هكايا تشوف كيما تشوفوا جويدة، نجمو نعملوها رابي زيدا. وباش نحط شويه خرشف، الخرشف راني طيبته نص طياب، نجمو في بلاصه الخرشف راه نحطو زيد جناريه كان نحبو، شويه معدنوس وريقات معدنوس باش نحطهم. هذايا الكليل، هذايا الكليل اللي باش نفورو مع اللحم، شويه زيت زيتونه، بصله قصيتها جويده، وهذايا اللفاح اللي انا باش نفوح بيه، باش نحط شويه كمون، كركم، قشور بروكدان، شوش ورد، فلفل اكحل، زعفران، شويه زنجبيل، وشوية ثوم، هذا ثوم غبرة ملحي يفوح برشا راهو الثوم هذايا. صوص باش نفوح بيها زادا، باش نحط شوية إشالوت باش نفوح بيه الخضرة اللي هو كراث يفوح برشا راهو. وتوا باش نفوح هكا التلفات نتاع اللحم، باش ناخذ شوية ملح، شوية كمون، هنا كركم، شوية قشور بروكدين، شوش ورد، شوية فلفل أكحل، ناخد شوية زعفران، باش نصب الماء، شوية زيت. باش نصب كل خليط نتاع التفاح على كل اللحم، نخلط التريفات نتاع اللحم. هاني كملت فوحتهم ودخلت في وسطهم كل التفاح، فوحتهم بيدي خلطتهم منيح. وتوا باش نخليهم على الاقل نصيف ساعه يشربوا كل ملح وكل تفاح. باش نصب الماء في المحفول، نحط الكسكاس، باش نحط الكليل من اللوطه، توا باش نحط التريفات نتاع اللحم، وتوا باش نغطيهم بالكليل، هذا الكليل، وتوا باش نغطيه ونحطو على النار باش يفور. توا باش نبدا نحضرك الخضرة، باش نصب شوية زيت، نحطك البصل، نحط شوية ثوم ونخلط. البصل ذبلته شوية، توا باش نرمي الخضرة، باش نرمي الخرشف والسفنارية، ونخلط، باش نرمي الخضرة، هاك الكرنب والفلفل والجلبانة، ونخلط هاك الخضرة كلها، توا باش نحط شوية زنجبيل، شوية فلفل أكحل. شوية شوش ورد، وشوية زعفران، وشوية ملح،
ونخلط. والخضرة راهو ما نطيبوهاش برشا، نخليوها تتقرمش. البنة نتاعها كيف تبدا تتقرمش. باش نحط شوية مثل الشالوت ونوطي عليها النار ونخليها الخضرة تطيب واحدة واحدة. الخضرة طابت وتوا هاني باش نصب لها الصويا صوص ونخلط. اللحم قاعد يفور قريب يطيب، الماء غلا وتوا باش نرمي كرشتا. باش نحط شوية كركم، شوية ملح ونخلط. الرشتة طابت عندها 5 دقائق تغلي، توا باش نسقيها. توا باش نصبها لك الخضرة ونخلط. ها شوية معدنوس. اللحم المفور اللي بالكليل طاب وهاني توا باش نطفي عليه. الرشتة اللي بالخضرة هاني فرحتها في الشقالة وتوا كتريفات نتاع اللحم باش نحي لهم الكليل. طاب واحضر، هذا يا اللحم اللي طيبته ومفور بالكليل، راني ذقته ما تتصوروش البنة اللي جات فيه، فيه طعمك الكليل وطعمك التفاح اللي أنا حطيته، بنين بنين برشا، وهذه الرشتة اللي بالخضرة زادا ذقتها راهي بنينة، وراني أنا عملت فطور كامل، فيه اللحم، فيه الخضرة، فيه الباد، وإن شاء الله عجبتكم الريسيت، وبالسلامة، شاهية طيبة.